هذا الفيديو اللي يشوفه أنت قدامك يعتبر من أكبر الفيديوهات دليل على كيد النساء. هاي البنية كانت تحب هذا الشاب، وهذا الشاب ما منتبه له ولا يباوع عليه، فأجت واتفقت ويا صديقتها بأن تدمر ملابسها. هذا الشخص كان يصبغ، وهذا الصبغ جابت الصبغ يشبه الصبغ اللي صبغه، وقالت له ليش ضربتني وانت انسان مثقف وانسان تشتغل بشركه، وهاي الشركه اللي يشتغلون بها ناس مثقفين ويفهمون. فقال انا ما ضربتك، فهي اندارت وقالت له لا انت ضربتني متعمد. والان راح تلتم العالم كلها، وهذا الشخص يصير مضحك للعالم. بس الرئيس مالته بالعمل يعرف ان هذا الشخص هو شخص مثقف وشخص ما يسوي هاي السالفه ابد، وعرف انه هاي البنية كانت دائما تتقرب اليه وهو يرفض، لان هو انسان محترم وما يحب يدنى للبنات. فهذا الفيديو هو دليل على كيد النساء، وكيد النساء مذكور بالقرآن على لسان عزيز مصر ان لكيدكن عظيم. شوف الكيد مالتهن، شوف شلون سوت بيه وحرجته قدام الناس. اكتب لنا